صباح الخير. إذن سيكون للبنان غدا رئيس جديد، هو 13 منذ استقلال الجمهورية. غدا يوم جديد، ماذا سيجري خلاله وماذا بعده؟ مجموعة من الأسئلة والقراءات والتكهنات سأناقشها مع ضيفي الأستاذ ملحم رياشي، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية. صباح الخير أستاذ ملحم. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. يعني كثير في تكهنات وقراءات، ولكن الكل مجمع أنه غدا سيكون للبنان رئيس جديد للجمهورية. صح. كيف بتعتقد أو كيف بتوصف هذا الحدث بداية لننطلق بالحديث؟ بالسياق اللي جاي فيه، هو حدث كتير مهم لتاريخ لبنان. أولا بعد أكثر من سنتين على شهور رئاسي وفراغ بموقع رئاسة الجمهورية، نعم، أثبتت هالسنتين أهمية موقع رئاسة الجمهورية بعد الطائف، لأنه كان يعتبر وكأنه رئيس جمهورية منه أساسي، ولكن أثبتت لكل مكونات الشعب اللبناني أنه رئاسة الجمهورية هي موقع استراتيجي وأساسي، وملئه هو كمان استراتيجي لصالح كل اللبنانيين وبالأخص للمسيحيين. الحدث بكرة هو حدث وطني كبير، هو انطلاقة جديدة وفاتحة جديدة لتكون جامعة لكل اللبنانيين من دون استثناء. قبل ما نحكي ب يعني التفاصيل بالحلقه، قديش على الصعيد الشخصي استاذ ملحم، وانت من يلي اسسوا او قربوا كثير بين القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر، تعتبر حالك معني شخصيا بما سيحصل غدا؟ اي صحيح، بعتبر حالي يعني معني شخصيا، لانه بعتبر انه بكره هو انتصار اكيد للبنان، وانتصار للقوات اللبنانيه، انتصار لتيار الوطني الحر، انتصار لتيار المستقبل، انتصار لكل اللبنانيين، وانتصار بالأساس للجمهورية. لأنه قبل ما نحكي عن الشخص نحكي عن البعد الأساسي لوصول ميشيل عون لسدة الرئاسة. وصول العماد عون بكرة هو وصول الجمهورية إلى بر الأمان، لأنه اليوم أخطر مفترق كان عم يمرق فيه لبنان بخضم الصراعات القائمة بالمنطقة، انه عم بيواجه هيدي الصراعات وعم يجرب يلملم حاله تما تفوت النار عليه، ومن دون رأس يدبر شؤونه. رئاسة الجمهورية هي موقع استراتيجي وأساسي مثل ما قلت، وبعتبر انه مجرد ملء هيدا الموقع بشخصية قوية هو انتصار للجمهورية. لماذا لم يكن كذلك الأمر وقت لغادر الرئيس ميشيل سليمان القصر الجمهوري؟ يعني هون البعض بيقول إنه ليش أخذت الأمور سنتين ونص؟ إذا بدنا نقول الوضع الإقليمي ازداد سوءا، المواقف الدولية ما حدا باله بلبنان، ليش اليوم لصار في قناعة عند الجميع بأن هذا الرجل هو الشخصية القوية التي يجب أن تتبوأ سدة رئاسة الجمهورية؟ هلا تنكون دقيقين، مش بالضرورة يكون في قناعة عند الجميع، ولكن في اقتناع عند الجميع، اقتناع نعم، أنه الحل الأمثل هو وصول العماد عون لرئاسة الجمهورية. لأنه بعد سنتين من تعطيل رئاسة الجمهورية، بعد الصراعات اللي كانت قائمة على كل مفترقات هالمسيرة الطويلة، بعد إذا بدك المصالحة المسيحية اللي كانت حجر أساس بهالخطوة الاستراتيجية، بعد المصالحة إذا صح التعبير بين مزدوجين المسيحية السنية أو جزء من المسيحيين، لأنه عم بعني التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل، كمان تبلورت صورة جديدة، صورة لبنانية 100% ممكن تسهل وصول رئيس الجمهورية، لأنه ما حدا بالمنطقة اللي عم تحكي عنها أنها تحترق المنطقة، المنطقة مش فاضية للبنان، نعم، مش فاضي إلا لحالة، الإقليم كله عم يشتعل والإقليم كله ملتهي بحسابات، يعني لبنان ليس ضمن هذه الحسابات، على الأقل ليس ضمن هذه الحسابات. بكرة ممكن يكون في شيء مفاجآت جديدة، يعني آخر المفاجآت بتقول جريدة النهار إطلاق الوزير فرنجية دعوة للتصويت له بأوراق بيضاء، خطوة أثارت الكثير من الجدل حول خلفياتها، برر الوزير فرنجي بأنها تسجيل موقف من دون الوقوف بوجه يعني ما وصفه بأنها تسوية وطنية. حضرتك كيف بتشوف هذه الخطوة من قبل الوزير فرنجي؟ بشوف انه الدعوة له التصويت بأوراق بيضاء لائق من السباق لرئاسة الجمهورية،
وفتح الباب أكثر على مصراعيه أمام العماد عون لتسجيل رقم أعلى والفوز من الجولة الأولى. تعتبر يعني بتوافق يلي قالته أوساط التيار الوطني الحر للحياة إنه هالشيء رح يعزز فرص انتخاب العماد عون من الدورة الأولى؟ أكيد. حتى لو كان حجم الكتلة البيضاء كما سموها في الصحف اليوم كبيرا؟ ما بعد قد رح يكون كبير حجم الكتلة البيضاء، بالعكس اليوم يعني بعد إعلان الوزير فرنجية موقفه، نعم، في كتير من المؤيدين لقلهم من فريق 8 أدار أعلنوا تأييدهم للعماد عون. نعم. الحزب القومي، حزب البعث، طلال ارسلان، الامير طلال ارسلان، حتى الاستاذ امير رحمه واكثر من الشخصيات، نعم، يلي هي بفريق 8 ادار اعلنت تأييدها للعماد عون وما التزمت ب دعوته للتصويت بورقه بيضاء. وحده جريده الديار تفرد بقراءه قصه الورقه البيضاء بشكل مختلف، انه فقالت انها معركه بالسلاح الابيض بين فرنجية وجعجع حول من سيأخذ أصوات أكثر. يعني رح تكون معيار بكرة قديش بده يأخذ وزير فرنجية ورق بيض للبناء عليها بالاستحقاق الرئاسي المقبل مقابل الأوراق اللي أخذهم الأصوات عفوا اللي أخذهم دكتور جعجع بأول جلسة انتخابية من سنتين ونص. هلا هيدي أكيد الأصوات اللي أخذهم الحكيم رح يكونوا أكثر من الأوراق البيض بدورة بكرة، هذا شيء أكيد. بس الشيء الأكيد أنه والحلو أنه عطول سمير جعجع حاضر بتحليلات بعض الصحف والأشخاص، خاصة حتى لو منه مباشرة بالمعركة، نعم، مع أنه معني مباشرة بهذه المعركة لأنه هو أحد الأشخاص وأحد القيادات الأساسيين يلي خططوا للوصول لهذا النهار. حتى مش بس بالتحليلات، يعني أول ما صار تقريبا مؤكد أنه العماد عون رح يكون رئيس للجمهورية صار يقال أنه في خشية من من سيكون رئيس الظل للعماد عون، وهو بإشارة إلى الدكتور سمير جعجع وحتى إلى الوزير جبران بسير. مثل ما تفضلت وقلت، يعني دائما بخلفية كل موقف وكل قراءة يقف الدكتور سمير جعجع. عال، نحن ما بنزعل كيف ما بدهم يحللوا، بس الواقع هو واقع حقيقي انه في تحالف بين القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر نتيجه المصالحه التاريخيه اللي صارت ب 2 حزيران 2015 ادت الى تفاهم مع راب ب 18 كانون الثاني 2016، نعم، ادت الى بعدين تبني الرئيس سعد حريري ترشيح العماد ميشيل عون وإلى وصوله لسدة رئاسة الجمهورية بكرة بإذن الله. فكل هيدي المسيرة بتأكد على شغلتين أساسيتين بالسياسة بما يتعلق بمشروع الدولة أو مشروع الجمهورية اللي بده يبلش بكرة بعد سنتين على غيابه أو أكثر، أنه القوات اللبنانية هي حليفة العهد اللي جاي وحزب من الأحزاب الحليفة هي وتيار المستقبل للصورة الجديدة للعهد المقبل. بس تقول هيك استاذ ملحم وكأن بمكان معين انه هيدي احزاب قوة 14 ادار بالنهايه. صحيح. اللي صنعت هذا النهار. صحيح. وانضم أنا اليها عندك التيار الوطني الحر. قلت عندك على المنبر هيدا من اكثر من 7 شهور انه بين 8 ادار وفريقه و14 ادار وفريقه لنا مصلحه ان ناتي بالعماد عون الى 11 ادار ليصبح وسطيا ويصبح أقرب حتى إلى 14 أدار، لأنه 14 أدار منا حزب احتكاري أو منا تيار هيك سياسي عبسي، 14 أدار هي مشروع الدولة. نعم، بس وكل ما بيربح مشروع الدولة بتربح 14 أدار. اليوم تبني أكبر مكونين ب 14 أدار لترشيح العماد عون هو، نعم، بحد ذاته انتصار ل 14 أدار. لماذا لم يقنع هذا الأمر الأحزاب المسيحية الأخرى المستقلين، يعني حزب الكتائب، الشخصيات المستقلة؟ ليش اعتبروا بالعكس هذا انتصار لموقف حزب الله؟ بالنهاية نجح بفرض ما يريد، بكرة بتشوفوا بالحكومة الجديدة شو راح يصير. يعني ليش المكونات طبيعية الأخرى قراءة طبيعية هيدا ضد الصراع على السلطة مش أكتر؟ صراع على السلطة ما رح توقف فقط؟ وين المبادئ؟ يعني سمعنا عن ابسامي الجميل استاذ ملحم، يعني هلأ رح أقرأ لك بالقسم الثاني من الحلقة كيف رح تكون الأمور، بداية من طلب وفد من قبل الرئيس الأسد موعد من الرئيس المقبل ليجي يهنيه وبده تشريفات على الحدود. يعني بالنهاية الأمر ليس تماما كما تريد قوة 14 أدار، أو ما رح يكون بنفس المنحة، ليس كذلك؟ وليس تماما كما تريد قوة 8 أدار. لما بدنا نعمل مصالحة
مش اثنيناتنا منوصل للبدنا إيه، منوصل لمجموعة تنازلات من الطرفين، لأن المصالحة تماما مثل ما صار مصالحة كمان تاريخية بلبنان اسمها اتفاق الطائف. اتفاق الطائف هو شركة تنازلات من كل الأطراف، نعم، والمصالحة هي مجموعة تنازلات لأجل المصلحة الأكبر والقاعدة المشتركة اللي بتربط كل الفرقاء. يعني اليوم القاعدة الأساسية للعهد الجديد هي المصالحة الوطنية الكبرى، وتحت عنوان هالمصالحة الوطنية الكبرى كان في مقدمة هي المصالحة المسيحية المسيحية والمصالحة المسيحية السنية، أو جزء من المسيحية مع السنة اللي هي مع جزء من المسلمين اللي هي ساهمت بقيام العهد. رح تكملوا المعروف وترجعوا تتواصلوا مع الشخصيات المسيحية الأخرى وحزب الكتائب كي لا كمان يكون نحن على تواصل بمحل معين أنه برات هذا العهد؟ لا، نحن على تواصل دائم مع حزب الكتائب، بس مش معناتها نحن نفرض خياراتنا على الآخرين، لأنه عم نشوف على مواقع التواصل مواقف بين القوات والكتائب أبداً تذكرنا بما أبداً كانت أبداً عليه مع التيار الوطني الحر. أبداً أبداً أبداً، هيدي ردات فعل شخصية قائمة على مراكمات من بعض هيك، يعني بعتذر على التعبير بس ولادية، بس بين الكتائب والقوات اللبنانية في كل ود وكل خير وفي اختلاف حقيقي بالنظرة لرئاسة الجمهورية، ولكن هذا لا يعني أنها تفسد في الود قضية. نحن وحزب الكتائب في تحالف على استراتيجية وطنية كبيرة، وعلى هالأساس تقوم علاقتنا، واي انتقاد من طرفهم يقابل بانتقاد من طرفنا، والحياه السياسيه الطبيعيه تقوم على هذه اللعبه وهذه اصول اللعبه. اما اذا اشخاص معينين بيحددوا خيارات معينه، نحن بنحترم هالخيارات بس مش نحن بندفع ثمنها. كل واحد بياخذ خياراته ويدفع ثمنها بالاخير، او بيحصد ثمنها. قديش تركين نسبه مئويه لفشل ما تتوقعونه من العهد الجديد؟ ما في نسب مئوية للفشل والنجاح، في صفر وفي مية. يعني قد ما نتعاون كلنا مع بعضنا قد ما العهد ينجح، قد ما نتعاون مع بعضنا قد ما العهد يفشل. في نية طبيعية عند العهد وعند الرئيس الحريري لإنجاح التجربة الجديدة بعد إذا بدك وبعتذر على التعبير حضور المسيحيين بقوة إلى السلطة للمرة الأولى. هذا الحضور لن يكون ظالما ولن يكون على حساب الطوائف الأخرى. نعم، يعني المسيحيين اسمحي لي بس، نعم، المسيحيين لما بيستعيدوا حقوقهم مش معناتها بدوا ياخذوا حقوق الآخرين. المسيحيين بدهم ياخذوا حقوقهم بس مش معناتها لظلامة الآخرين أو للأخذ من الآخرين، بالعكس الحقوق المسيحيين هي لاستعادة التوازن في السلطة والتوازن في النظام، ولا يقدر الطير يحلق بجناحيه لأنه كان في جناح مكسور، اليوم التحم هالجناح بعد المصالحة المسيحية وأثبتت فعاليتها، واليوم الجناح المسيحي والجناح المسلم بيقدروا يطيروا طائر الفينيق ويشيلوه بالفعل من تحت الرماد. هذا إذا لما كان الرئيس أبو سلام الله يرحمه يحكي هالكلام، كنا أولاد، بس كنا نحن بعتذر كمان من المشاهدين ونتمسخر إنه إيش هيدا طائر الفينيق وجناحين. بالفعل بس أثبتت الوقائع إنه هيدي حقيقة لبنان. لبنان جناحين ما بيطير إلا فيهم وما ممكن يطير إلا فيهم، ولبنان زيجي مارونية إسلامية مسيحية. لما منقول أوعى خيك ما منعني بس المسيحي، منعني المسيحي ومنعني الخي المسلم قبل المسيحي. هذا إذا كان الجناح المسلم ملتئما، يعني في يعني مثل ما مبين أنه في قسم من هذا الجناح المسلم أنه راضي أو على الأقل لم يسر بركب هذه التسوية، زعلان. رح نحكي أكثر عن ما ينتظر الرئيس الحريري بشكل خاص بموضوع تشكيل الحكومة بعد ما كتب أنه حزب الله فوضوا هذا الموضوع من الأول على الآخر. لحظات ونعود. فوض الرئيس حريري؟ فوض رئيس بري يناقش بموضوع الحكومة. لحظات ونعود. إذا نعود لمتابعة هالحلقة مع الأستاذ ملحم رياشي. قبل البريك أشرنا لتفويض حزب الله الرئيس بري التفاوض على تشكيل الحكومة بعد انتخاب العماد عون. بتقول جريدة الحياة هالأمر أتى بعد فشل جهود الحزب بتقريب وجهات النظر بين بري وفرنجية من جهة والعماد عون من جهة تانية، وهذا الأمر
يترك مجال يعني لي مثل علامات استفهام بالنسبة للرئيس بري الذي لم يخفي ما أخذه على الرئيس الحريري لعقده التسوية مع عون. يعني مثل ما قال أنه حزب الله أنه رئاسة الجمهورية ممر الإجباري هو العماد عون، كمان قصة الحكومة وتشكيلها ورئاستها ممر الإجباري الرئيس نبيه بري. هل هالأمر بزيد الموضوع صعوبة أم العكس؟ أنا بعتقد ما رح يكون الموضوع صعب بما يتعلق بتشكيل الحكومة، وبأكد لك أنه رئيس الحريري ورئيس الجمهورية اللي سينتخب بكرة العماد عون يعني رح يكونوا يدا بيد لتشكيل حكومة بشكل سريع، طبعا مع مشاورات واحترام لأراء كل الكتل النيابية وعلى رأس رئيس مجلس النواب الدكتور رئيس بري. بس مش معناتها أنه بدنا نعمل فن للفن هيك ونحط عصي بالدوليب بطريق العهد، يعني بس لأجل نحط عصي بالدوليب. ماذا لو كان وأنا ما بعتقد التصرف اللي عم بيتصرفه الرئيس بري نعم بيعكس إلا هالشي هيدا اللي هو أنه الاستقرار والمنطقة الدولي والحفاظ على إذا بدك حماية حق اللبنانيين في أن يكون لهم حكومة في أسرع وقت. ولا مرة يعني بيّن نعم من موقف كتلة التنمية والتحرير وصولا لإعلان الوزير الفرنسي الورقة البيضاء لمواقف الرئيس بري والدعوة إلى الجلسة بكرة أنه في شيء عمل لا يليق برجل دولي. بعتقد نعم. أنه بهالإطار هيدا سيكون التأليف والتكليف سريعين. لماذا شعر إذن الرئيس بري بأنه مثل وكأن تم تجاوزه بهذا الموضوع، مستبعد عن هذا الاتفاق، صار في حكي عن ثنائيات؟ يعني كمان اليوم بتقول الحياة أنه رئيس البرلمان قد يتعاطى مع تشكيلة الحكومية المقبلة على القطعة، أنه بمحل معين في يعني في قسم من البازل ما انه راكب. استاذ ملح مين طبيعي هيدا صراع طبيعي بالسياسه. اذا بدك يمكن احلى ايام الديمقراطيه عم نعيشها بلبنان اليوم نعم. بالرغم من كل حرائق المنطقه. اولا عم نعمل انتاج لبناني 100% لرئيس جمهوريه بكل القوى اللبنانيه ويمكن ساهم بهالانتاج مش بس ارادتنا الداخليه، اهمال الاخرين لنا. مجيء الوزير السعودي شو اهميته؟ هيدا مش تدخل بشؤون لبنان، هيدا مجيء للاعلان عن عدم التدخل بشؤون لبنان. مباركه ومجيء يعني مجيء للمباركه لخطوه قام فيها شعب صديق هو الشعب اللبناني. نعم وهيدا تاكيد انه سعد الحريري هو مؤمن بلبنان اولا قولا وفعلا، وهيدا تاكيد انه سعد الحريري سيد قراره، مش مثل ما كانوا يقولوا عنه فريق 8 أدار أنه بيندار لهون وبيندار لهون. بين أوسان رح تجي شخصيات أخرى بكرة للمشاركة بالحدث؟ ما عندي فكرة، ما عندي علم بالموضوع، بس بعرف أنه اللي صار أكد استراتيجية اللي حطتها القوات اللبنانية من البداية أنه لما بدنا نعمل رئيس صناعة وطنية بنقدر نعمل رئيس صناعة وطنية. واللي صار من الموقف السعودي أكد كمان على كلام الحكيم يلي قاله من 7 أشهر انه السعوديين بيقولوا لاصدقائهم اللبنانيين اهل مكه ادرى بشعارها. لا وايران ايضا اليس كذلك؟ ايران لا في موقف مختلف عن ايران، خلينا نتركه. نحن اليوم بعصر تهدئه نعم. ما بدنا نحكي شيء، خلي يصير الانتخاب بجو هادئ. طيب ما بتخاف انه بس ايران موقفها مش مثل الموقف طيب السعودي؟ ما بتخاف انه هذا الموقف يكون له ترجمه بعدين بالتكليف والتاليف؟ ليش هالقد واثق من ان الامور ستسلك الطريق الهي او غير المعقد تما اقول السهل؟ لسبب بسيط. او اولا ما في مش اولا ثانيا ثالثا، اولا ثانيا ثالثا يعني بذات الاهميه نعم. اولا انه الشعب اللبناني كثير تعبان، الحكومه المترهله الحاليه نعم. ارهقت الشعب اللبناني وهي ارهقت ومش قادره تقوم بالحد الادنى من واجباتها. زمن تشريع الضروره انتهى بس يصير في رئيس جمهوريه، بصير في بالعكس ضروره للاسراع بالتشريعات وحركه الدوله. نعم. السبب الثاني انه المجموعات الكبرى المكونه للحركه السياسيه في لبنان تقترب كلها من موقع الوسط، الاقتراب من موقع الوسط يسهل حل كل المشاكل الجانبيه، يعني سعد حريري، ميشيل عون، اثنين رئيس حكومي ورئيس جمهورية بدهم يقلعوا العهد بقوة وبالاتجاه
لازم يقلع فيه. هيدي بتساعد كل الأطراف أنه يوازنوا مواقفهم ويوازنوا الحركة السياسية اللي بدها تقلع جديد. وأول تقليعة العهد ما بعد حدا رح يوقف الوجه، خاصة أنه أول 100 يوم بيتركوا العهد يجرب حاله بالأيام المش طبيعية، كيف بالحري بالأيام الطبيعية، كيف بالحري بأيام مثل هالأيام منها طبيعية أبدا، ومثل ما قلت لك المنطقة عم تحترق. طيب رح استعرض معك كم كتابين كتبت عن هذا الموضوع. بتقول الديار: من هنالك من يقول أن كتلة حزب الله ستصوت بأوراق بيضاء بالنسبة لرئيس الحكومة ولا تضع أي اسم، أنه هو قال نحن ما عندنا مانع بالرئيس سعد الحريري، بس كمان البعض بيفسر هالكلام أنه بس ممكن نختار غيره. ماذا حقه لو كان الأمر كذلك؟ حقه. أي قوة حقه بده يكون عنده الرئيس الحريري إذا مقلع بهذا الشكل؟ حقه. ولا أصلا الرئيس حريري من يومين قال زميلنا مارسيل غانم أنه ولا مرة صوتوا له حزب الله، ولا مرة كتلة حزب الله عطته أصوات، حتى يمكن لبيه كمان مريت. بس نعم. أنه هذا لا يعني شيئا، أنه إلا أنه تعبير عن موقف سياسي لا يمنع وصول سعد حريري لسدة رئاسة الحكومة. اللي رح يصوتوا بالتأكيد هن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، رح يعطوا أصواتهم لسعد حريري. طيب وكتلة سعد الحريري رح تعطيه أصواتها، طلع ما عادش بحاجة لأصوات تانية. نعم، ولكن وين المسائية وقصة أنه ما في ما بتلغي المسائية؟ هلأ هيدي عد أصوات مش مسائية أو غير مسائية. ما رح ينقال أنه ما منو ميثاقي بكرة مثل ما نقال عن حكومة الرئيس سنيورة بس انسحبوا الوزراء الشيعة؟ لا ما فينا. اي وزارة الشيعة بده يحط بحكومته الرئيس الحريري؟ خلينا نترك بحث الحكومة لبعد انتخاب الرئيس، وانا اكيد انه رح يكون في تجاوب شيعي مع دولة الرئيس المكلف بالوقت بعد تكليفه. حتى بتصعيب الامور يعني. نعم. حتى بتصعيب الامور استاذ ملحم عم ينحكى عن مطالب بالنسبة للوزارات تفوق الوصف والتصور. كله حكي باي كله خالة حكي. ما في شيء تهبط حيطان يعني. باكد لك عن معلومات ما حدا عم يحكي بالوزارات من المعنيين، كلها حكي. ما بحب اقول حكي جرايد، انا بحترم كثير الجرايد لانه مهنتي ومهنتي حتى على المواقع بس هلا كمان. طيب حكي مواقع كمان بس كله حكي. ما في حكي هلا الا برئاسه الجمهوريه بكره وخطاب القسم وما عليه وما اليه، ومن بعدها بنحكي بالحكومه وتشكيلها. يعني اللي حكى انك وزير اعلام بالعهد الجديد مش مضبوط؟ حكي كله حكي. يا ما فينا نبارك لك يعني، لا أكيد لك مبروك. لا هيدا القرار بإيد شخص واحد اصلا اسمه سمير جعجع، بس ما في شيء منه، هيدا كله حكي. بالنسبه لخطاب القسم عندك هيك تصور لما ستكون عليه رؤوس اقلام هذا الخطاب؟ ما عندي تصور دقيق، انا ماني مشارك بكتابه خطاب القسم. نعم. بس بقدر اكد لك انه سيكون خطاب جامع لكل اللبنانيين، مطمئن اكثر ومطمئن وداعي للاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني وإذا بدك حماية لبنان. كيف رح يتم يعني تناول المسألة، مسألة سوريا، سواء بالنسبة لقتال حزب الله فيها أو بالنسبة ل ما عندي تفاصيل خطاب القسم يعني، بس لأنه أكيد كمان في حكي أكيد عن سيكون هذا مطمئن لكل القوى السياسية على اختلافها. ميشيل عون كرئيس تكتل حزبي غير ميشيل عون رئيس جمهورية. ميشيل عون رئيس جمهورية يعني صار على رأس قمة الوسط بين 8 و14، أو ما يعنيه 8 و14 روحيا، لأنه عمليا ما بقى في تشكيلات عملانية ل 8 و14. تحالفات جديدة يعني رح نكون أمامها بال... وعمليا في تحالفات جديدة، بس الروحية بعد زيتها ب 14 أدار. بينما بفريق 8 أدار كلنا بنعرف أنه تأييدهم للعماد عون تأييد ما اجى ملحق، ما اجى مسبق. طيب يعني ما راح يكون في نوع من الازدواجيه يعني مثلا بالموضوع السوري تحديدا وقتال حزب الله في سوريا؟ عطول في ازدواجيه طبعا، في راي مختلف تماما عند القوات اللبنانيه وتيار المستقبل يختلف تماما عن راي. ما راح ينعكس ازدواجيه بعدين بالخطب القسم وبالبيان الوزاري؟ لا ما راح ينعكس بخطاب القسم موقف الرئيس، اكيد راح ينعكس بحركه الحكومه والحركه السياسيه. ولكن في شيء كتير حبيته مرة قاله الرئيس سعد الحريري، أنه نحن عم ناخد موقف بس لا نحن قادرين نغير ولا 8 أدار قادرة تغير باللي عم بيصير بسوريا. روسيا والولايات المتحدة مش عم يقدروا يغيروا، فأفضل كل واحد يلتزم بمواقفه بس
تنعد يعني القرارات اللي بدها تطلع تطلع على حماية لبنان، شيء بهالمعنى سيكون يعني في تبني لإعلان بعبدا. كلام عن الرئيس الحريري مش دقيق. سيكون في تبني لإعلان بعبدا بتقديرك؟ يمكن يجي يكون في شيء أهم من إعلان بعبدا. يعني إعلان بعبدا طبعا إعلان بعبدا منه شغلة مهمة، يعني أكيد صارت ب فترة لأنه معلق على باب القصر الجمهوري، يعني امبارح كل الصحفيين اللي كانوا هناك لفتهم هذا الأمر. العماد ميشيل سليمان هو اللي كان بعهده إعلان بعبدا، ممكن يكون في شيء أهم من إعلان بعبدا. مش ضروري على طول نتعلق بشيء سابق بوقت صار الأمور تحتاج إلى شيء لاحق. الشارع السني برأيك طمن أكثر بعد كلام الرئيس الحريري، أو شو ينتظر أن يسمع من العماد عون بكرة؟ لأنه كان هون علامة الاستفهام تحديدا أنه القيادة يمكن عارف. أنا ما قالي حق أحكي عن الشارع السني، بتقديرك أنتوا كمان كنتوا قراب من هذا الشارع؟ نحن قراب كتير من هذا الشارع أكثر ما حدا بيتصور، بس أنا بحب أقول الكلام بطريقة مختلفة. نعم. وبعتذر سلف عن الكلام اللي بدي أقوله، بس لازم أقوله. أثبت سعد الحريري أنه رجل دولة ورجل شجاع ورجل طليق به السلطة، والسبب البسيط جدا ثقة الناس فيه. نعم. والدليل تعرض مؤسساته لعطب مالي خطير على مدى فترة ردح طويل يعني من الزمن، وما حدا استقال، ما حدا هاجمه، ما حدا ترك، ما حدا عمل حملة ضده، علما انه اللي صار في كتير ناس عندها عائلات وعندها حاجات اساسيه ويوميه. لا. بس كون هالناس ما عملوا هيك، هيدا لما بدك تقريه كمراقب انا عم بقراه، تقريه ثقه كبيره بهيدا الرجل، ثقه كبيره انه هيدا الرجل ما بياكل حق الناس وما بيأذي حدا. وبتصور الشارع السني كمان حركته باتجاه سعد الحريري هي مشابهه، مشان هيك بيقدر يلم الشارع السني بسهوله لاي موقف، بيعرف انه السنه هي طائفه الدوله اللبنانيه، والسنه يعني اكثر طائفه هي ما شاركت، ما عملت ميليشيات الا المرابطون ببدايه الحرب. طيب بس في حكي طائفه الدوله، فمشان هيك ما بتخافي من هيدي النقطه بالذات، وما بتخافي عليها اكثر واكثر مع سعد الحريري. اليوم في اجتماع يعني في انتخابات لمنسقيات تيار المستقبل واطاعاته بأول خطوة تنفيذية للمؤتمر العام المقرر أن يقاده ب 26 و27 تشرين الثاني المقبل، يعني مع توجه أعضائها بكل لبنان لانتخاب 1168 مندوب. تعتقد أنه نتيجة هذا النهار ستدل على رأي هذا الشارع بموضوع الاستحقاق الرئاسي، يعني ستتأثر بما حصل على جبهة الاستحقاق الرئاسي تحديدا؟ بتصور ايه، وبتصور انه جرأة بهيدي المرحلة يعمل هيدي الانتخابات قبل المؤتمر خطوة العام، خطوة جريئة انه يعمل. هو قال لي ملاقات العهد الجديد. انا ماني متابع صراحة تفاصيل. نعم. العمل الحزبي بتيار المستقبل. نعم. بس بعتبر كل نشاط انتخابي هو جرأة خاصة بهذا الزمن. يعني انطلاقا من ذلك، تكذيب لما قيل انه الرئيس سعد الحريري مقابل السير بالعماد عون طالب بتأجيل الانتخابات النيابية. ما في شيء من هالموضوع، ما هيش كل أخبار مش مطروح هذا الموضوع. إذا بده يصير تأجيل للانتخابات النيابية رح يكون في تأجيل تقني للناس تتعلم القانون الجديد. في قانون جديد يعني في مسعى جدي لقانون جديد. العهد ما معقول يبلش إذا ما يعني إذا بده ينطلق العهد بده يعمل جهده ليقدر يكون في قانون انتخابي جديد قبل هالانتخابات، او على اقصى او اصعب تقدير تكون المجلس النيابي الجديد يضع قانون انتخابي جديد. هيدا عم بحكي بالورست كيس يعني باسوأ الحلول، ولكن اذا بده يصير في تأجيل هناك تأجيل تقني لا اكثر، يعني 3 أشهر او 4 أشهر تالناس تتعلم كيف بدها تمارس اللعبة الديمقراطية حسب قانون جديد. وهيدا شيء ما بعتقد لا عيب ولا مضر ولا له أي قيمة سياسية إنه جاي سعد الحريري أجل انتخابات لأجل كذا وكذا وكذا، كلها نظريات. عم قلك بعتذر إنه عم بحكي هيك، بس كلها نظريات ما لها علاقة بالحقيقة. حتى تساؤلات بالشارع بأي حال، تحديات العهد الجديد من قانون الانتخاب للمواضيع المالية والاقتصادية رح نحكي عنها مباشرة بعد ما نتوقف مع هذا الفاصل.
نعود لمتابعة القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة مع الأستاذ ملحم رياشي. إذن ملحم، بتقديرك شو هي أهم التحديات أمام العهد الجديد بالنسبة للداخل بداية وصولا للخارج؟ التحدي الأساسي أمام العهد الجديد هو استعادة ثقة العالم بأنه لبنان قادر يعمل دولة. نعم. التحدي الأساسي أمام العهد الجديد هو قيام الدولة بهالمعنى وبالمعنى الأكبر، لأنه بالفعل الدولة بحالة ترهل كبير على كل المستويات، حتى أمنيا في مطارح، يعني في بؤر أمنية بدها معالجة. حتى السيد نصر الله امبارح كان عم يحكي عن مشاكل بعلبك وبالهرمل، واعترف انه ما في حل الا بالدولة، 100% يعني. لانه هيدي عم تعرض الناس وحياتهم اليومية للخطر، ما في حدا بيحمينا الا الدولة، لانه الدولة بتحمينا من كيسنا، بتحمينا من حالنا، وبتحمينا على حساب حالنا. يعني الدولة هي اللي شغلتها تكون مسؤولة عن الشعب يلي بيبنيها، مش شعب، انه شعب مش جاي الدولة من الفضاء يعني. جاي منا نحنا، ولازم هيدي الدولة تعكس حاجاتنا وتعكس تطلعاتنا. هيدي التحدي الأساسي واستراتيجي لميشيل عون وسعد الحريري بشكل أساسي كرئيسين حكومي ورئيس جمهوري. بالنسبة للداخل، وأكيد تحدي لكل المكونات الأساسية بالبلد، تحدي للقوات اللبنانية بطبيعة الحال. واللي حط صور البواخر تحمل اللبنانيين بما يذكر بما حصل من هجرة بعد حرب 88، ما لا شو بتقول يعني؟ كمان هون في صار هيك نكتة مهضومة بعد ايدي، نكتة مهضومة بس منا جدية. في نكت كتير على وسائل التواصل الاجتماعي ونكت مهضومة كتير، بس هي بتعبر بمحل معين عن نبض لعبة البينت بول كمان بين الجنرال عون والوزير الفرنجية. اللبناني مبدع، بس انه اكيد لا تعبر عن حالة حقيقية، بس هيك انه واحد بيصير يعمل مغالات بالرفض او مغالات بالموالات، بس ماشي جدي. هي تنتظم الامور ماشي جدي ابدا، بالعكس. لبنان ب10,000 كيلومتر مربع قدر استقبل مليونين سوري وحافظ على استقراره وعلى وضعيته، تيعرف انه هيدا شعب بالفعل شعب عظيم. بينما على 10 مليون كيلومتر مربع اوروبا ما قادر تستقبل 100,000 من الشعب السوري، والشعب السوري اللي عم بيعاني ما يعانيه يعني من كوارث هلا على ارضه. لحد الامس القريب كان يقال انه لبنان ناطر الاستحقاق الانتخابي الامريكي، من كان اللي يصدق انه استحقاق لبنان يسبق الامريكي؟ سبقناه يعني، ما بقى في تاثير لاي من يصل الى البيت الابيض على مواضيعنا الداخليه. ستؤثر سياسات الولايات المتحده على اذا بدك السياسات الروسية في المنطقة، وتنعكس على الدول الأخرى، لأنه اليوم ما في سياسة أمريكية بالمنطقة. في مجموعة ضوابط وضع رئيس أمريكي الحالي، أنه الروس ما بتقدروا تلعبوا بلانا ولا بالموصل ولا بالرقة، ما بتقدروا تاخدوا حلب لأنه نحن ما بدنا هلأ نعطيكم حلب، بس بالمقابل ما في سياسات مشتركة. حتى الرئيس بوتين قال أنه نحن رح ننطر العهد الجديد لنتعاون نحن وياه على حل المسألة الروسية. بس هون في شيء بيلفت، في بطولتين. أول بطولة هي بطولة الشعب السوري يلي عم بيتعرض للقصف. تخيلي بحلب أنه عم بيتحارب من إيران وروسيا والجيش السوري والطائرات والقاذفات وما إليك وما عليك، وقادر يصمد ويوقف وحده. هيدا يعني في حالة بطولية مميزة كمراقبين نقدر نشوفها بكل بساطة. بالمقابل سوري، بالمقابل في مشهد آخر كمان مهم جدا، انه بكل الحرائق بالمنطقة الدولة اللي كانت معتبرة هي الخاصرة الرخوة والأكثر ضعفا بالمنطقة، صندوق البريد كان أصدق وصندوق الرسائل بين كل هالدول، هي الوحيدة اللي صمدت، وهي الوحيدة اللي حافظت على استقرارها، وهي الوحيدة اللي استقبلت مليونين سوري من دون ما يتعرض أمنا للخطر، بفضل أكيد قناعة الشعب اللبناني بأنه ما لازم يعود للحرب الأهلية. يعني بالعكس، هذه الدولة يمكن كان يراد أن تبقى بهذا الهدوء كي تكون مكان للقاء يمكن بمرحلة مقبلة. يعني دور لبنان تحول من جسر عبور لمشاكل الآخرين إلى نقطة التقاء لمصالح الآخرين ومصالحات الآخرين. وأنا برأيي لبنان بالعهد الجديد لازم يكون دولة مصالحة على مستوى المنطقة، دولة مصالحة كنموذج
اتفاق الطائف ممكن يصير مثله طائف سوري وطائف عراقي، نعم. مع فروقات بسيطة، ولكن ممكن يكون لبنان نموذج لهالدول. ودولة لبنان بالمرحلة المقبلة لازم تكون حتى دولة التقاء شيعي سني لوقف النزف اللي هو قائم بين الطائفة الشيعية والطائفة السنية على مستوى المنطقة ويغلي بعض الأحيان في لبنان. وبتعتقد أنه بالمرحلة المقبلة على سيرة هذا الموضوع رح تختفي الشعارات يلي سمعناها بالسنوات الماضية أنه المسيحيين غير ممثلين بقوة، أنه حتى بقصة التعيينات في مين بعين لهم، أنه خلصت رح خلص رح نكون أمام مرحلة جديدة لها شعارات أخرى وعناوين أخرى. انعكاس الطبيعي للمصالحة المسيحية اللي صارت بحزيران 2015، عودة المسيحيين جديا إلى السلطة اعتبارا من الغد، اعتبارا من الغد، ولكن لم يكن ليكون هذا الغد لو لم تكن ذاك الأمس. يعني مبرر كل هذا الوقت يلي أخذته المسألة بالنسبة لل شيء طبيعي، لأنه بالحياة لكل شيء وقت، وقت نعم. للزرع ووقت للحصاد، وقت للصيف ووقت للشتاء. هذا وقت الحصاد ببلش من بكرة، ببلش لكل اللبنانيين، ببلش بأكبر مصالحة تاريخية صارت بين المسيحيين وصارت بين المسيحيين والمسلمين. هموم اللبناني وحضور سعد الحريري بالسلطة، نعم. هو إذا بدك هو الحضور، هو العلامة الفارقة والمميزة لتأكد على أن التحام الجناح المكسور من طائر الفينيق لا يعني أن الجناح الآخر لا يستطيع أن يطير. طيب في بعض نقطة كتير كتير مهمة قصة هلأ، أوكي عهد جديد وموجة تفاؤل جديدة، وشو بتعمل بالثقة المفقودة بين الشارع والسلطة في لبنان؟ يعني في شارع بيعتبر انه مين ما اجا بالعهد المقبل رح يكون نفس المصير على صعيد الصفقات السمسرات، يعني هيدا العنصر تحديدا. هيدا مقياس نجاح السلطة الجديدة. في مخطط لمعالجته؟ طبعا في مخطط، في مخطط كبير، ونحن شركاء بهذا المخطط، والحكومة الإلكترونية رح تصير مشروع قانون بمجلس النواب اول ما يفتح مجلس النواب بالعهد الجديد اللي عملتها القوات اللبنانية. طبعا في مخطط ضرب الفساد، يعني قيام العهد. عدم ضرب الفساد يعني ضرب العهد. طيب رح يكون على الجميع ولا كمان أكيد ناس بسمنة ناس بذات؟ يعني انتهى كمان العهد. في تخوف يعني انتهى استاذ ملحم، حق الناس تخاف، انه الاتهامات بالفساد مش موفرة. اكثر الناس اعداء لمن ولي الحكم هذا ان عدل، هذا ان عدل، يعني الحكم شغلته يعدل وما يعتل هم إذا الناس بتصير معه أو ضده. اللي بده يحكم رجل الدولة هو بياخد القطيع مطرح ما لازم ياخده، حتى لو القطيع مش راضي. بعتذر على كلمة قطيع بس تعبير الشعبي، حتى لو كان من المؤربين، لو كان مش من راضي الأصدقاء، لو شو ما كان، لو شو ما كان بياخده مطرح ما بده، لأنه القطيع إذا مش راضي يروح على المرعى بياخده على المرعى، لأنه بيعرف أنه هيدا المرعى صالح للرعيان، مش نعم. أنه الأمور تتأخذ هيك على عواهنها والناس بتقرر عن أصحاب القرار، أصحاب القرار بتقرر والناس نعم. بتمشي، الناس ما بيعجبها القرار ساعتها الناس بتعترض بمنطقة الديمقراطية. ناطر أسماء الوزراء الجدد لتشوف إذا بتتأمل بهذا الأمر، بتعتقد أنه من ستتم تسميته بهالمواقع هن رح يكونوا مؤشر لمنح الأمور؟ أكيد وبستبشر خير. في دعوات لحكومة تكنوقراط من أجل هذا الأمر؟ ليش لا؟ أنه ما يكونوا قريبين من الأحزاب والمكونات السياسية بس ما يكونوا من صلبها، يعني شخصيات كلهم باختصاصي. شوفي نحن أكثر ناس طالبوا بحكومة تكنوقراط لإدارة مرحلة الفراغ. تنصح العماد أصلاً ضد الحكومة بوقتها. لا أنا بعتقد اليوم الحكومة لازم تكون حكومة من السياسيين، والحكومة من السياسيين تصوير السياسيين وكأنه مجموعة فاسدين، هذا مرفوض قطعا من قبلنا. السياسيين في مجموعة، في ناس بس هيك أخذ الناس كلها بيسلي وحدي مش مقبول. في ناس فاسدين وفي ناس مش فاسدين، في ناس عندهم قصور في ناس ما عندهم بيوت، مش مزبوط هيك يعني كل الناس كأنها مثل بعضها. أخذ الناس نعم. بسلة وحدة هذا مرفوض. بس بذات الوقت أنه إذا استدعى الأمر يلاقوا يعملوا حكومة تكنوقراط من تقنيين يقطعوا مرحلة للانتخابات، بيكون لأنه فيها بيكون هلأ ملفات داعي لهالموضوع. ما في داعي لهالموضوع. رئيس الحريري رئيس الحكومة، ما بعتقد رئيس حكومة سعد الحريري بيعمل حكومة تكنوقراط، ما بيعمل، رجل سياسي من الطراز الأول ورئيس أكبر تكتل بلبنان، كيف بده يعمل حكومة تكنوقراط؟ بس رجل كمان عنده فكر اقتصادي ومخطط للمرحلة المقبلة، بيقدر يعمل، لأنه عندك هلأ ملفات لا تقل أهمية. مثل ما يعني في تكنوقراط
فاسدين، في سياسيين فاسدين. مش كل السياسيين فاسدين، مش كل السياسيين ولا كل التكنوقراط فاسدين. ما انا ضد اخذ الناس كلها بجريره بعضها. يعني بيكون عندنا مثلا كاهن منه قايم بلاهوته مظبوط بتصير كل الرهبانات ما بتسوى، او شيخ مش قايم مظبوط بتصير كل الشيوخه ما بيسوى. هيدا المنطق انا ضده. اذا بهالخلاصه بنكون وصلنا لختام حديثنا استاذ ملحم رياشي. شكرا لك، بدي اشكرك، شكرا جزيلا، اهلا وسهلا فيك معنا بكلام بيروت. بالطبع بكره الحلقه استثنائيه لمواكبه هذا النهار منذ بدءه. شكرا، بشكرك، شكرا للمشاهدين على المتابعه والى اللقاء.